طاجن ميزاليكيا، عندي كبده بتلو ولحمه بتلو وقلوب عند بعضيها وكلاوي، بصل وتوم وطماطم وفلفل حار وفلفل الوان، ملح وفلفل وكمون وبهارات وعصير ليمون وخل. اول حاجه نحط حبه السمنه دول وننزل بالتدريج. يعني ايه يا باشا؟ يعني الاول ننزل باللحمه بتاعتنا لان بتاخد وقت شويه عن لحمه بتلو. مع السمنة وعلى ما اعتقد القلوب برضو بتيجي معاها في نفس التوقيت. ادي القلوب معاها. بنعمل ستيك كدني باي او ميزاليكيا. خليها تستوي. الحلو ليه زعلان قوي؟ زعلان قوي. قال ايه؟ زعلان قوي، زعلان قوي، زعلان قوي. قال ايه؟ صلى على النبي. حبة الزعتر دول وحبة التوم دول يطعموا لي الليلة كده وهي شغالة دلا دلا واحدة واحدة. بهارات وكمون، خليها تشتغل براحتها. شوية ملح، شوية فلفل، دي الكبدة بتاعتي. ده الكرات وادي الكرفس، فلفل حار، وده البصل بتاعي المكرمل. مش هقلب عليها دلوقتي. ايوه كده، خليها عشان تستوي من تحت ومن فوق. اقلب بقى. دوت كنا زمان في اوروبا بنقول عليه ستيك كدني باي. كده بقى دي العجينة بتاعتي. عايز اعمل رغيف كبير